أنا سنة أبو مجدان بنت غزة، كل فخر إن أنا بنت غزة، إعلامية فلسطينية. أنا حب أوصل صوت غزة للعالم، وأنا بأصور الفيديو ممكن أستشهد قبل ما يجي الفيديو، قبل ما يوصلكوا الفيديو. فيش لا نت ولا مية ولا كهرب ولا كل مقومات الحياة. غزة تحت حصار، غزة فيش فيها مقومات الحياة. احنا وصلنا لمرحلة في غزة محدش بيقدر يتخيلها. الصحفيين استهدفوهم عشان ما نقدر نوصل صوتنا للعالم. سيارات الإسعاف استهدفوها اللي فيها الجرحى والمصابين. الجرحى بالمستشفيات كتار، بدنا مساعدات طبية عشان نقدر نضل على قيد الحياة نساعده انه يعيش. الشهداء من كثر ما في شهداء عنا، ثلاجات الموت بطلت توسعهم. في خيمة قدام المستشفى بحطوا فيها الشهيد، أطفال ماتوا. طب هم الأطفال شو عملوا؟ عملوا شي بيستهدفوا البنايات على رؤوس ساكنيها. عيال انمسحت من السجل المدني. احنا اهل غزة كلنا على نفس واحد بنحكي نموت وتحيا القضية. حنضل في غزة مش حنزحزح منها، هاي أرضنا مش هنطلع منها. ونكبة 48 مش هترجع تاني. وينكم عرب؟